المنظر ده ممكن يكون طبيعي أو مألوف، بس مش لناس كتير. أزمة اسطوانات الغاز تأتي وتختفي من حين لآخر بسبب عدم وجود رقابة على مخازن التوزيع. تفضيل البائع المتجول بالاسطوانات على المواطن العادي البسيط من قبل بعض المخازن جعل هناك فجوة ما بين سعر الاسطوانة الرسمي وسعر الأسواق السوداء. مشكلة الغاز إن في العربيات اللي هي بتيجي تروح المناطق دي ما بتجيش، يوزعوها في حتة تانية وما تعرفش الله أعلم يعني يودوها فين. بنيجي المخزن بنملاها ونمشي. ودوكم بالسوق السوداء يعني طبعا وصلت 35 جنيه و30 جنيه. المخازن والمشاكل اللي بتحصل في المخازن، وعلى طول ما بنيجي نغير في مشاكل جامدة، ودي بتتخانق مع دي ودي بتتخانق مع دي وما بنلاقيش مكان، وعالم العربية تيجي ولما بتجيش، والعربية الصغيرة لما بتيجي ما بتكفيش، والعربية الكبيرة برضو لما بتيجي ما بتكفيش، وساعات بتيجي وساعات لأ. الجيش وقفته بتبقى بتحمي الناس دي كلها. ليه؟ لأن احنا لما بنيجي ناخد الأنبوبة وطبعا ما فيش بره خالص ناخدها بخمسة جنيه، إنما بره بتتباع بثلاثين وبخمسة وثلاثين. أنا جاي من العمرانية عشان أقوم من العمرانية، في مستودعات هناك بس ما تعرفش تاخد أنبوب موت، اللي هو الدول اللي بتوع الكرو وبتوع العربيات اللي هي الكرو دي ما فيش، ودول كان بيبيعوها بثلاثين وبخمسة وثلاثين جنيه، بلجي من العمرانية أخدها منها بخمسة جنيه. كل واحدة ليها عيال ومعاها مصاريف، جيب أنبوبة بخمسين جنيه ولا الجاز اللي مطبخ كيلو لحمة بستين جنيه واجيب منين؟ في ناس في البيوت ما بيقدروش ينزلوا يجيبوها، لكن احنا بنيجي وبنغصب على نفسنا وبنيجي، بس مش بنلاقيها. الغاز المركزي خدمة متوفرة ولكن ليس لدى الجميع، فما زال هناك ناس موضوع اسطوانة الغاز بالنسبة لهم عامل أزمة، يحاولون السيطرة عليها زي الاسطوانة اللي بتتدحرج تحت رجليهم.